بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. لراستاي لقدانوي وبيان كردني كومل أحاديث منك لباري تشويقي علم فرائزة وتشويق بعيد طلب التعليم وتعلمي علم فرائزة وهاتبو ليكنا في المدكان في عمرا دويدي وحيلة سربي سربوك فرائز يعني علم فرائز نفسي علمه جعل لسر أوكا وفي المدكان غمرا هيا علماء تأويل جورا وجور يعني كردوها شون مثلا فرائز نفسي علمه أفرمين. واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام فإنه نصف العلم على أقوال يعني علماء دانش من داني إسلامي لليك دانوي فالموديت يغنبرا دودي خويلة شربية فإنه نصف العلم اختلاف كيشان هي على أقوال تسلت شندين قول يعني بشندين جور وشندين برياريا لتفسيري نصف العلمية هذه الكلوان قرام أحسنها يعني أحسن أو أقوال باعشر لها ميان أمي أنه باعتبار الحالي أوكى على فرائض نصف علم عن فرائض باعتبار حالة شنك حال إنسان يا حال حياته يا حال موته قال فتبال فإن حال الناس إثنان شنك حال خرج دوانا قال حياة ووفاة يكي كان حياته وأويتريا وفاته فالفرائض تتعلق بحال الوفاة فرائض تناعينا كفي وندي بحال الوفاة وهي وسائر العلوم أما علمك هاي في البقشتيانو تتعلق بحال حياته مربوط بحال الحياة متواجبون؟ فالكواة تبوية وكتيني في علمه باعتبار حالكية وكا علمي كذب دوب الشواء يا متعلق بوفاته يا متعلق بحال وفاته يا متعلق بحال حياته. متعلق بحال وفاته كي أكاته فرائض ومتعلق بحال حياته كي أكاته فائد علوم. وقيل نفهم أن نصف بمعنى الصنفي أجد نصف بمعنى الصنف بيئة أصلا مثلا ك فإنه نصف العلم فإنه صنف العلم يعني صنف يكلا علم قسم يكلا علم مفتوى علم دي باشا بشي هذاني صنف باشا دليل يقال ذلك صنف بمعنى نصف بمعنى صنف دي قال الشاعر شاعر إذا ميت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه ألغتا نامي تو باشترى البته لعصوى نصفاني يعني لا شعر كان مثلا شرع عوامل وبغين العوامل منها محسين يعني شو لك عندي هنا يوتي وني كدي محسين فانية ولواد يعني بو الروايات الشعاتوة يعني شعر كبوج نقلوها يعني بجين صنفاني نصفاني وتراوة دي أقر نصفاني وتراوة منا صنفاني هو أبيب الدليل هو إيما يعني أبيب الشاهد لسلعوي كوان نصف بمعنى صنف عاتوة قال إذا ميت وقتي من مردم كان الناس نصفاني خلقك أبن بدو بش بدو صنف بدو دستا شامت أو شامت الخبر بذلك يعني صنفهم شامت باشا يا صنف منهم شامت صنف يقلوان يعني لناسك شامتا شامد يعني أخي أخوازيش لشماتة دي أخي أخوازيش بمردن أخي وامرد لا وشك ما بما يجوانا على أخي يعني دلخوش ربا فرح دلخوش حالي عبريته بويكا من مرزوم ولو آخروا يعني وصنف آخروا منهم وصنف يتر لوان مثنين سناكنندن مثنين اسم منقوصة خالقون مثنين سنكون تعريف ليكن الأخوة حيوة وفيا شعبه باشا بسين تعريف ليكن بالذي كنت أصنعه أو كاراني كمن أمكد من الدنيا يعني
كارجاني القرآن بكار كان مرازين لدوا يا كم مرزين وعندما فاحش فوق فيها شاكا منزول إيمان يوا نصفاني بمعنى صنفانية وعشان نصف ب لم شعر ده نصف بمعنى صنف وقت لما كواتب سعدت أبينا كلامي عرب ده نصف بمعنى صنف هاتوا هذا فرمودة كيف يغمري شعر روزي وقال سربية كاري فإنه نصف العلمين أو أكري نصف كما معنى صنف بي أما شيء يتنبوت علماء اختلاف ينهي إيه كان اللي يكدعنا وكان إيه كان تأويل كان هواتوا نبهم بعد ربي وشي هل همان سنة بيه ولي مثلا بويه الكذي نصف أبو شاعرك شاعر ديش حديثك أنه ضلع كريم بالنصف وتبيت يؤمانا بو أحب من يدعين بشأن علمك وقيل وتدي إن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى وقيل يعني قولي ومن تأويلي نصف العلم يعني باوي يعني علم جاري وهي بنص ورعيه مثلا بآيات يك بحديث يك نفسي نفسي وطور يدري وجاري وهي بقياس ورعيه باشا قياس ورعيه منطقة خندوة تبقيتك لأقسام منطقة خندوة تمثيلة استدلال لحال جزئية وابو حال جزئي مثال اسمان بوهي نوع اسمان مثلا خمر عبارة لو شرابيك نتري ورعيه فالشرع حرامي كردوه وقت يقع فقهاء قراءون علة كان ذوزي وتوا وتوا أن علة حرامون كان إسكارة يعني ما سكردنا فالأمر هاتون لها مشتفايدة مثلا نبيذ نبيذ يشار الشرابة والله أو شرابيك لغير تريوة العجيلة فلا هرشينا وتوا أن أمش أقام مسكر بي أمش حرامة شن علة حرامبوني تري كنص حرامي كردوه قرآن آيات حرامي كردوه هو نفسي نفسي لفرسة حرماتكي علتي حرماتكي شي معرفي كذوان وقت النفس معرفينك رفقها أخوان جوزي ويانا سوا علتي مسكتنكي إسكارة معنى واية أقل شارحاتا نبر علتي إسكار حرمتي سقانا بس الخمراء بس هل شي وكو خمر إسكاري تيابيه أو حكمها نباريه إذا فقها هاتين حكمك يان دارا حكم يان سقانا بس نبيزا حكم حرمت باشا أما أخوة هج نفسي نيوتا مثلا حديث جاء آياتك مثلا نيوتا نبي الحرامة ونفقها وتيانا حرامة أما أولد أخوانه لا موتا وتيانا وقت أخوة خمري حرام ترجع نبي دي في منظور هو شن وقت أخوة خمري حرام كنا نبر إسكار يعني هرشي إسكاري تيابي حرامة يا أخوة أمي إسكاري تيايا نيب قد حرامة أما حكمك أها حكمك إذا شي ثابت هو علم يعني علمي بواقع ما أذعين نبي الحرامة بخيار ثابت هو فاز علم بياب نفس ثابت أبي بياب خيار ثابت أبي زي وعي الفرائلي مستفاد من النفس علم الفرائل لنفسه طياب هو باشا يعني ولي علمك عني تر مثلا أو بسأواني جشتي أواني لا علمك عني غير فرائل جشتي لخيار وبي أما علم الفرائل بخيار نية متواجدون ابن فرائض بنفسه يعني نفسي محض ولا علم كان ثان مثلا بخياسي في بنتي شبه فاز أمني ولا علم قلن علم كيف دوب الشوى بشا كي فقد لنظر مستفادة أو العلم فرائض بشا كان في العلم ممكن لا أو إلى نظر لقياس بن ذهبت يعني أما دليل وقيل غير ذلك يعني جبل أمسي أقصقتي في الإسراء لو موردها أما تائسة يا ما فرموديت يا غمر ما الخندق وبرود قائلة سرير لتشو أخترن بو تعليم وتعلمي فرائض هم ذا دين سرق شيء في أواني قولي ديني وقف الموقال عمر رضي الله تعالى عنه وحضرتي عمر رضا إخواني ذي فرميتي إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو في الرمي شاكا على الزمان يك أجر قصت عن كذا بين خوات على زعني اشتنو قصت عن كردو أم قصين اللي قال أو كردو أو اللي قال أو بس لنا موضوعي فرائزة يعني قصنا بعرف فرائزة وكان مسائل فرائز حول كان ميلاد بشتن أو قلنا أو يعني هنا هو بويك خلق مهارتي يا فيها وإذا لهوتم بلام أجر له تانكر يعني له بمعنى بازي كاية كاية تانكر
سعيك أوش هدف من به للرم يعني كان لك إلى نازية ثاني ثانية ذاك نحيي في وني هذا وني هذا ممكن بعدين بعدين وياه بعد كان كان أوي هدف من به أنا ذاني شن لي وقت كان 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 هدف من به نتيجة كبيرة شكل فيربن باشا وأجر هاتو كيف كان لك هاي كريزن بو كاي كتان جورك به أخر له خل أصلا بمعنى ما ذي نقول يعتبر حنك جاوبك فمنا غافل كردن لو تي اللي هوتوا عنه يعني لي غافلهم من وشتا بعد كردن كاي كردن يعني أو كاي كردن بوا أوين كإنسان لأمور ديني دون أخاته لو لحظاته كاي أكين يرجناكي روجو ناقري أتواجبي فقال لي وعلينيه نال له مكان جاء قال له يشتان فباله وكهدف من دي مثلا له وكتان الذي نندازي أفضل أفكي شون كفيري كيف تفعل النبي في عربي كوقت فيري هو رجل الرجل دفاعي في أكي لقوة ها زي كاكي واشتهر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحجم الفرائوي أربعة يعني نوبان يندر كردوة لناو ياران دا ياراني تغنبر دروجي خوانا سربيه نوبان يندر كردوة بزانيني علمي فرائي وبعلمي فرائي الزواج أربعة شواركس يعني شواركس ينتهى مشروف كمان فرائي ساكا زالة هم شوارك يبون كيبون علي وابن عباسين وزيد وابن مسعودين أعم شواركس يبون عالمي معنى وليو أنا تبني أنزاني وبيش أنزاني أنا فقط أعم شوارة أنا زوري أنزاني بيها أنا نقبل جين شاهدي وابو أبي توازني زاني بيها توازني ظلم لنا الصحابي أعم شواركس زوري عندي زاني هو وشربون ولم يتفق هؤلاء في مسألة إلا وافقتهم الأمة وأم شواركسة اتفاق يا نكر دولا هج مسألة كان مجر أمة موافقي كردون يعني أجر أم شواركسة لمسألة اتفاق يا نكر دبي وتقصي هل شواركا يعني لسربوا به يقصبوا به لمسألة أمة هج مجر يعني موافقة فاز أتوانين أجر شتيك مثلا هل شواركا يعني اتفاق يا نكربوا بوش تقول مجمع عليه إجماع الجسد في الوقت كأوان إثبتيان همو خلق موافق الأوانة دي إجماع إثبتيان إجماع إثبتيان كمان مجمع عليه بشتيان كإجماع الأمة إلى فرده إجماع علماء الأمة إلى فرده حارب تابعيا شادا يخوتيا وما اختلفوا إلا دي وقعوا فرادا ثلاثة في جانب وواحد في جانب وهج وقتها كيرشان لي قيانب ولا هج مسألة مقر أقل كيرشان لي قيابو بي كان يعكم توين سيان يان كوتوتا ترفي داني كان بسنيا كوتوتا ترفي واري كوتا يعني تو تتبعي مسائلي فراغ الله كي كأم شوار بري الزق سيان تياكر دوا أقل نشونك شوارك اتفاق يان ببي أو أمتي جنب يانها نشونك أقل إخلاص يان تياكيابو بي آخر اختلافك شواذي متعددة أكنا دواني النظري كان بيدو على فيدي النظري كتبين بي حالبي أكريان كتبين النظري كان بيدو سيانك بس أكريان كتبين النظري كان بيدو أولي حميشة آواية يعني اختلافك دو دوني دو بدو بس أكرا اختلافي أنت كوتو حتما سياني أنكوتو نتبريكو دانيك أنكوتو نتبريكو يعني سياني وجانا أما آواية دانيك وجيت وانية متواجبون جوزن فدواني دانا حميشة واركو تلمسائل كان أخر حاولتي تري تصور أخرى لي أنا حاولتك أنت تصور أخرى مثلا دوبا دوبا دواني أن شخصية صاحب بوايا دواني شخصية عن بوايا حاولي ولي أنا حاولتي وارويلة هوا لا قابل تصورها همشة سيبا يكبوا يعني أقر مثلا اختلافي أن يقرابوا بيك كان نظرك يبوا سيانك يتجن بيك ويك نظري عن بوا متواجب أنه مرسي أعوى أبوا أعوك السوي من تسي سياسي استقراء رايا أبو حالتك بيدون يم أو شو أنا وصارك إجماعيا للسليب هو نتيجة بقرين ك أمة ثانية إجماعيا للسرو خذيب هو هم شواب هو يعني ورينك في مثل مثلا أمان أم شو أنا صارك بقول حالك أمان مخالفتك أمة مخالفتك نعم ورينك يعني فقد أجر أو شو أنا مثلا اتفاق يعني بقول حتما أمة تيجي قبل أنا بقول إذا أو شتاء ليس متفق عليه ليس مجمع عليه ولي أجر أمان إخلاف يعني بين فيابو به سيبا يكبوا اختلافك يعني ما واريكوتو متواجبون بلان لا
مثلا لنا وقتكاني أنا إمام الشافعي كإمام الشافعي مذهبين رضا ورحمة إخوائي لبين أو مذهبي زيدي ألبجاتنا نعود شوية بريضها إنساء أو مذهبي زيدي زيارة أكري هندي قصيد بين زيد خلافي قصيدين فلك الكلمين شنو قال مادام أم اختلافي بين لقل يانا حارمي قالت السيحة على الروضة بوزيد يا لقل سيانا قلت لقل هنسي جانا متفقة شاكا يا لقل دواني أنا متفقة راشا يا لقل هنسي أنا متفق مية يعني في حالة تبي وزي توجد هل كان يجيب رواية؟ شن أجر جارة كما حاولت اتفاق شو أجر من هنا ودي مثلا أجر أمانة لمسألة كان متفق من أمة زي قبل المتفق خب زي لأن لم هر مسألة شو بجري لقوا في أنا إذا قصيت يعني أبدا سؤال خوالي خصك كأمة جبرة لقوا يعني به لأن خين زي مثلا أختي كلهم خالد أختي هكذا أنا خالدي زي يعني قضواني أنا هي كيف أنا قضواني شن أقل قضواني أنا بيبا مو أبن بس يعني مثلا كنت أخذي جوازي هاي ها حالة سيحة على قروة دعنا يقوى لك نا تماشاك ها زي دي أنا قضر شوارك نا ممكن بس وانا ربا بلا أو شيء احتمال أبا توجب توزيع قبل زمان هرتي احتمال أبي أبوان زي يا عسني أخويتي خبتني أخواتي يعني شيء يعني سينا فرقين كذا سينا فرقين إذا بري خلايا نسيب بس إذا بري فكاني كذا يعني قال ضواني أنا يعني قال خسيت أنا متوجب ولا ماشي هذا بلان أبي واختار الشافعي وروي الله تعالى عنه مذهب زيد أو مذهب زيد أبو جعفر هو لأنه أقرب إلى القياسي إلى كثير إلى القاعدة كذا بري قاعدة خالد أو نزك تربى قاعدة وأما يكتب لبر أويا يكتب لبر أنفر مدي في غمريات وجو خلاص ما كان بعدين زيد وفرميتي ولقوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد أفرضكم زيد يعني فرائز زانتريني زاناتريني إيوا لعيني فرائز زيد وكل مورد قضاوات بحضر علي فرمو أقضاكم علي يعني قاضي ترين وتوارد تريني إيوا لقضاء لقضاوات بين خلقه وإن كدون فرمين ولا شرقي كان حاليا حالبي لبالة عدالة مثلا أعددكم عمار هذا حامد أين أستخفكم بابا أستخفكم مثلا ما مثلا لو حالة ساكة أخوي اللي قل دواني أنا مواصفة يعني أو دوانا كيسر وعبيت السيام دانا كما سنيا قول الأمانيني أو جياعي لكم في فتوى إليبي جيابة بحثة كيش وقواتها يعني أمرا دانت ريالي جيابة أو دانا رأيك وثق نظرية سيالي شكرا لأو كنزلية دباشي ده هو أبو أويسر نبو وكي أقل اختلافي عندي اختلافك هم شك شيء بيك ميرا مثلا زيد إيمالي أنا ذا خب أقل لقلدواني أنا بي هل شك شفرت بيك كيف شنو أقل لقلدواني أنا كبير وأنا بس يعني نفرقيت مثلا نظرية جوازي هي أبدا بس شيء بيك فمن واحد يقول كنت يعني زيد تنهار وراك زيد هذا وراك أوسيانك دباش أقل تنهار رياك باش أوسيانك إيش أقول لك وفنها في بيك واحد زيد لك أوضواني شيئا بيها في بيك حالبي زيد أين رياك زيد رياك بس أني أخوي يقنا زيد من أوان أهدت كان نزلك إتفاق أنا سنة زيد كزيد مخالفي أوان رياك بي أمر زيد لك أوضواني أنا نزلك بي أو كمية داني كان اختلافي لك أوصي نظلم دي حالبي مرجح كذا كان اتفاق عندي حشوانك هم زارا أفرلكم زيد وعن القفاني أن زيدا لم يهجر له قول قفال كيجي على الفقهاء أجابته عليه زيد كت قولك ترك نفراوة وعت قولك ندى فتواتي ندى أو زيد وعمر زيد أكلي وعت هرتي قولي زيدا محمول بها نفقها متواجبون؟ زين أن زيدا لم يهجر له قول بل جميع أقواله معمول بها بل همو فرمودكاني عمل في كلاون بخلاف غيره بخلاف غيره خوين سينا فلك ندريا كثانيته باشا آية منظور أمك إمام شافعي مذهبي أمي اختيار كردوا آية بلين تقليدي زيدي كردوا أخذ تقليدي مشاهد روزنية تقليد وإمامانا كمشاهدين درست تقليدي كثانيته قالوا كسي خوي مجتهد لا تخليدي كثيرا كان روسني وما قال لي أنا أغلان زيد مثلا إمام شافعي شوية هنقري زيدان فهو معناه تخليدي زيدي كربي أغلان أغلان واختياروه
ومعنى اختياره لمذهبه ومعناه المجاردني إمام الشافعي ومذهبه أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها. أنه يعني إمام الشافعي سرنجي دليل كان زيد ياوى أو دليل نيب مستقيمي وراسقيني دسكوتوا فعمل بها أن رأى عمل في قدوء معناه أولا خالب زيد لا أنه قلده لا معنى يا أبي في إمام شافعي تقليد زيد كردوي شكرا هل إمام شافعي هل يكتب له فرمو دكاني أو أويا كتقليدي صحابي يعني أساء عمل مثلا على عمل بقول صحابي وأساء قول صحابي قول صحابي فجدني مثلا تكاني أنا يعني الصحابي يقول لهم موردني كان قولتي بيقسيتي بيه نبلا مثلا فرازي لما سألي كده فجدني يجب من الذهب أو وجدي شتو عمل ذكري بلا ممكنة أو قول خبورك أو صحابي أو وجدي مثلا لدليل شيء فكري مثلا أو نظري أو داياتي ممكن أن مخالف نظري صحابيتي كذلك أو تقبول به حالي فلان فجدني أكو آياتي قبل بحجد لسنة وكو سنتي قبل بحجد لسنة أولا رجعت شيء فإمام شافعي خيب مقلدي كانت نامعني كما قاله ابن الرفعة في مطلبه وكو ابن الرفعة لمطلبي خيب كما يكتب التتي أم فرمودي فرموه وشي لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا بوي أبو إمام شافعي تقليد زيد ناكدوه شن أم مجتهد ومجتهد تقليد مجتهد بالنعفة إيش كان تاني أخو ألي وذكرت في شرح التنبيه تنبيه لا أصلاك كلمة نووية ألان أنت يا وكا شرح منهاجي كدوه أخرى ما تنهي من هذا شرح كثيرا مغني مغني المحتاج نخل أنه مغني المحتاج نكتبع اسم ملقوصة اسم ملقوصة قال إذا فلتر يفيها النخوة اسم مغني المحتاج أقول حنجي فعلا نونك يبني لام زلانيل هاو أبو جوليزي يفي نخوة مغني يعني أمبي نياسكري محتاجة أم كتابة وتكسي أقول محتاج محتاج إلى ألفاظ المنهاج كسي كإحتياج إلى ألفاظ المنهاج هيا إلى معياء إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج كتيك أقل إحتياجي هيب ولا يشناختي ألفاظ المنهاج أم كتابك من ذا النوع مغني أو كسي يعني أو كسي نيابك شن هبتي ألفاظ المنهاج ويت يكون لك أداء يعني بويتك أداء وبويتك زكاته حالبي جاء عليتي أما أو تنبيها أو شرك تبي إمام نووية أم هاتوا شرح إليها كردوها شرح إليها كردوها لا يكتب فينا وشرح تنبيه دقيق ماذا ممكن تنبيه كتابي إمام نووي نبيه تنبيه أبو إسعاق وابزان أبو إسعاق الشيء هذي أنا أتوى الشرح إذا قلت أم كتابة كيف أنا عن شرح تنبيه يعني كي إمام نووي نعم أقول أم خطيب شرحيني أو إيكا أعمل نسيو أم أعمل كي إسلامي طويني مثل كتابة كيف أنا كتابة خطيب شرحيني خطيب شرحيني هاتوا شرح من هذه ممنوعي وما تنكي عن كتاب كيما يقولون أما يجب أن يتمنى في مثل ماتن ما تنكي إمام نووية شرح كشي هي خطيب شربيني تأو خطيب شربيني كتاب كيما دائما شرح تنبيه وادي أن لو كتابها زحمت زور كشي وزور كشي وتوا أفرمي بلد وذكرت في شرح التنبيه وشرح تنبيه ذكر مكردوة أنه اجتمع في اسم زيدين أصول الفرائض وغالب قواعدها ككوب وتولى اسم زيدا أصول فرائض باشا وغالب قواعد فرائض أصول فين يعني إما شش أصل إلى حو أصل فرائض ما نهيها يعني ناري فرزكان مثلا وكو مثلا يبدوهم ويبسوهم ويبسوارهم وحوانا إذا لما وعيوتوا كأم كلمة زيدا سمك مثلا زيكي بحساب أبجد بيتها حوت هي كأبي بزا تعلك ربع شوار وتوجب لو كلمة زيدوة مثلا استنباطي أو قواعد فرائض كراوة بلان أولك شواني استنباط كردو أمانة بس تجيها يا باوي كأما شرح كبير لا يمتع حاشية دي لا فرائض شرح منهجة اللي وارا هو قرقش بباسي هنا كان بباسي أصولي فرائض أو أصلانيك أو أصلاً كلا كتابة مذكورة أصلاً كلا
سنتها ذيك الكراء وأولنا وقتك باسي أو كراء اللي توزيحي أوالي نوح عشية تمشعكي أما ديرا أن الشرحي تنبيها كخيوتي من وام استخراج كروا ذكري أو مكر ذوك غالضي قواعدي فرائد هل نخدي كلمة زيدة واني بدأت بياني ديارا أو نيازي بوهي كما الشرحي تنبيه ما نبي. وعرف بعضهم علم الفرائض بأنه الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق. بعض الواسع في فرائض علم فرائض أو فقهية كمتعلقة بإرث وهروها متعلقة ب شناخت الحساب علم حساب ثاني أما النكبة توعي بغي مهارك فيها كين علم حسابه علم حساب شنية أو حسابيك الموصلي كجينرة إلى معرفة ذلك ولا شناختي إنس بحساب نقول الزاني أو للزاني وهلوها هو معرفة قرد واجب من التركة وهلوها أو علميك متعلقة بشناختي النازي واجب لتركك تركة أم عليك مرزوك بجيري الله شاكا جاء بذن من التركة معرفة قدر واجب من التركة لكل ذي حق أو قدر واجب وكي بوهر خاوان حق كوجتي متعلقة فقه متعلق بإنسان فخرج بإنسي العلم المتعلق بالصلاة بس أو فقه أو علم لها بلاي فقه شكا فقه شكا بلاي فقه من دقيقة خارجون فقه علم مناسبان بيقوها قالت أو علمي كمتعلق بالصلاة بل فقه ناكي بل فرائض ناكي ووجهاني مثلا فلا يسمى علم الفرائض لقد أول شامل يجوز فرائضة مثلا أخذنا فرائض بجمع فرائضة مثلا أو زكاة فريزيك رجو فريزيك نوج فريزيك جمعا أبدا فرائض خمس فرائض نوج ما هي في الفرائض خمسة ماشا كواتا ولي أما أن فرائضيك لا أيضا بمعنى أو سهام مقدرية لكن أو فرائض مثل فرقية أو علمي كمتعلق بالصلاة بناء علم فرائض أو أحكام الفقهية كمتعلق بوايا دي وعلم الفرائض يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم وأوجه ذلك علم فرائض وقاضي نقل كردوا لأصحاب قاضي أو بكر باقلاني ظاهرا نقل كردوا لأصحاب ويعني أصحاب الشافعية أصحاب مظهر الشافعي علم فرائض احتياجها ولا يسيع إذن بس هو سيع إذن بذن علم فرائض الزاني أو سيع إذن علم الفتوى لا تجوز شو الفتوى بي مثلا بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة مثلا كابرها تعجب مثلا من بلا فلانة كف وفلانة كف كمرزوة فرد مكتاكي هي وجنكي هي دايك ما ماو ومن شرم يساكري أريد وبيت يعني مثلا اللي واقف كابرا بيجين أو كشكي هيا جنكي هيا مثلا دايكي هيا هو معلومة مثلا كل اللي بيسوسوا على شاكا لا يقول عن دوام غير وقت شاكا يعني شو نيوين تروى تكيا كبي سيب وجهنا فيها من كاتا فارمغا شوار بودا يكي كاتا سني نوزدا يعني من كاتا تولى اللي بيسو شوار فانش تاكبي أما حدي فتوعي ما تواجبون أما وعلم النسب وعلم النسب يجب أن يعلم الوارث من الميت بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت بجورك وكوارث وارث مرزوك بنسب يعني كما ارتباط نسب لغم هيا وشون يتي انتسابك شيء لذانه آية انتسابك بابنوتها بفرزندية بأخوته يا ببرادر يخاهرية ولا تبقى جولي ببيزانيك حالني وعلم الحساب ولا يجي علم الحساب بس جول بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة لأن كان حساب لكان عدد مسألة خارج أبي كنت ربيع عدد مسألة كان لو مسألة من ينامه جناك شكيك دوامية كبير لي جناكيك هشتمية كبير دايكيك ششمية كبير تو أبي عدد يقديني أو عدد سيكة فريبا بي أبي يقدواني ببي يك ششمي ببي يك هشتمي شي ببي فردن تو فلاما أبي مثلا قلت عدد دوان غبياني مثلا تو عدد دوان غبياني كرشي يك ششمي هيا يقدواني هيا
وليك هشتمينية شو هذا يك هشتمينية شو هذا تقسيم من هشتي كيف باقي ما عنديه أبي إنتو شو عبين ها وكذا حالبين لقد مسؤول يعني تابي سوشا بس انتو شانو باش بين شانو ريك هشتمينية أمر رايك هشتمينية هذا أنا كيف عددي بس انتو هشتا بينا هشتا يك هشتمينية يك دوامي هي وليك هشتمينية مجبور تو هشتا بيشو شو عبين وا شاكا وتو قواعد يجب نغير شو رسينا وحددا مخرج المشترك شو المدى دي داخل نقل آخر لا نرسيدا هاتوا مجبورين ما هو نكتن حل إنسان وتاء عجين بعلم حساب وجيم مسألة حنا فين عشان مجبورين بهو كفيري أو نبي كيف مجبورين كفيري بدل سناني بدل مخرج المشترك شو المدى دي وعمان زي وقت يا كان لواء ما فردان عشان عددي بشوار عددي بشوار هم يعيشون يعني تقسيم كبر هش خارج مثلا كذا كسي يتبع في ما دينا مني تقسيم بالشاشيكا خارج من غير ذلك شوار يتبع في ما دينا مني تقسيم بالذيكا هذا دوام فا متواجدين بو هني الشكا بو يستعمل الشكا زين تقسيم بالذيكا كان هذا دوام فا لبشوار كا ودوام زين كا باعتبار تقسيم بالذيكا أوين تقسيم مالك البرهنشانية يعني مشاكا يا ما خسر كذا يعني ما خرجي خسر كذا نزل جديد أو عدد دوام مسألة كيا بس أنا كذا يعني تقسيم بالشيء كذا تقسيم بالمخرج كذا يعني بواحد وارثي مخرجي سكاي مخرجي سامكاي شان تقسيم بالمخرج كذا كين خارج قسمة كذا يعني شان بواك شوية لو يبدوهم يا كذا مخرجي يبدوهم عدد يدوه يعني بسرعة تقسيم بالدوه كين خارج قسمة كذا دوامزة فذا وش دوامزة ثانية كذا مثلاً جيبي بوا مثلاً دايكا مثلاً يكشفني يا كذا لا دايكا كين يكشفني يا كذا دايكا بالدوه همان نوع دمش نیوا مثلا وقت مبرای کشیه فن جمینت و فن سهم هم عصبیه ده عصب قاعدی و خوب است نه لوبان اوی که لذی فرد یعنی لذی فرم جمینت و او آب فجر شکار حالی و تانی زی وقت وای هجنامه و زگت علی دیم شان دوام دوایی هجنامه عشان ابو بو آناو لا أفضل سوى ميانا بس سابقا أنا أبو بشانزة هل بسوال أبو أبوك؟ هاني هل أنا بسوال أبو ولا سهري وأنا أبو بشانزة أمرا أخشن يبسوى من جزيلة كدو سوى مش إلا أنا تبسوى دو سوى شنو أخي بدو سوى ميانا مين لأنا مين قلكو شنك دو سوى دو سوى بسوال أبو بشانزة سامي جنكا هل وقعوا جهار سيايا أما نوزة سامي داجك شوارة زي أما بنسيسي يبدأ مثلا هو ما هو بلاك حاربين أي أولي واع قرب مثلا ودا كوبا قبل كشي ماي قبل كشي مش شو مية ذي شاكا يكتب بلاك أنا مني تو أكتب مجبوري كباك مش مشوار ذي أدي مسألة كذا بيش شوارة أول يمكن أول ما هي أنا يمكن بيش صحن يا واع حاجتي علي ولا ثاني ولا نفرع إذا أنا كان مرة نفعية كابلاية نسر من بل هذا شيء علي خطبة أخوي النوى خطبة أول خطبة كعبه خطبة كشي مثلا الحمد لله الذي مثلا إليه المآب والرجع مثلا نزال يثاب كل نفس بما ترعى أبو جولتك يا أروي حتى كابلاية لولا إلا ولا فرسي هو كثيك مردوه مثلا زوك كليه بجيما ومثلا جنة كليه بجيما ودعي كبال في جيهايا شوان ميسا او خطبقي نري ما تنبوية تعلق فيه او حاريبي وتصار ثم المرأة تسعى باشا اخرجني اقل سيديني لبي سؤالك ثم من تدار ثم يعني اقرشتم ولي اقل سيقي لبي سحوط بيني ابدا تسعى ابدا يبنوهم يعني مسألة عودة كني كي نبي سحوده فما كي أو وتي صار ثم المرأة تسعى حتى حوا بدم غار جوابي داره حالو
لا وين يبقى في عمله مثلا قبل ما تعلمي بريئة يعني حذاء علينا فلمي بس جابيها ليش عارف يعني حاليش مو كابجة جاي تحت نحاربوها حاضر كيف قلت خب وحقيقة مطلق حسابي أنه علم بكيفية التصرف في عدد استخراج مجهول من معلوم هذا دين حساب وقو علمنا السبكي وتعريف كريد علمنا السبعة وبوشوية أي حساب الشبوة تعريفها حقيقة مطلق حساب حساب دوري مطلق بمعنى تعريف كان أمايا أنه أو علم حساب علم بكيفية تصرف لعدد مثلا شوان تصرف كين لعدد ثابت واني عددك مجهول لعددك معلوم بدأ بيدي هذا إذا كان كاولا يقول دو دوي دو دانا دو خاتة شلي خب خاتة شوان إنت دو خان معلوم ولا شوانك مجهولة تو شوان تصرف كي كأم دو أم دو جو تدوا شوان بيكو ارتباط بي حتى وكو شوانك إلي بدأ بيدي حالبي أشياء مثلا بغير دو زرب دردو أما تلي واقع بي إذا فيكم بهذه دردو ها ولي مثلا باش سيدوي أكاتا شمي حالبي أقبل سيدوي أكاتا شمي خوشو ناسو أني بإضافة نابي إلا أقبل شنك سيبا إضافة يوكي مثلا أكاتا فنج فنج مجهولي لواء سيدوي دردوك يا دو زرب درسيك هو ارتباطي زربت وزان مجهولك كحدد شوشا ودسيه يعني فنج ما شاكا علم بكيفية زي استخراج بكيفية التصرف في العدد في عدد لعدد تصرف كي بوشي تصرف بوكي بهدفك ولا لاستخراج مجهول من معلوم بو استخراج مجهول في عددي لمعلومة عددي خارجي جايت أمر دينا سر أصلي ما تندسني كي بعد السنة ما شاء الله